اعطيتكم واجبات حضرتوه لو لا انا امشي عند الواحد يحضر بدرس حمود وين الواجب مالتك فبس بقى شنو انك تعبتنا حمود ايش دعوه هالقد شاطر بس قول لي ايش دعوه مو تدربي اكره شو طالب تعبتكم جيب بعد ما الواجب مالتك حاضر اه ما شاء الله البارحة ربح عن زوايا سيت عدنان الحمد لله استاذ تعج عجب ملاعب على المتراكم ترى ما يحتاج لشي شوية صبر بابا تحملني شوية لا تخاف تلحق على الدمبلة بس استاذ اريد كيك ونفاضة لك عدنان ساعدني حتى احترمك دا احاول كل طاقتي احترمك انت ما جاي ساعدني بس فهمني شنو هالطلبات الغريبة هسه بالله النفاضة على مود الججارة الكيك ليش طابين محل مال معجنات احنا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بيكم شرفتونا هاك حبيبي عدنان والله يا استاذ ما اعرف شو اقول لك احنا جايين تعبك هواي ابو حمود التعب مو مشكله بس ابنك حمود كلش مو زين ترى ودي يتعبني على بختك استاذ حمود اول ما يرجع من المدرسه يطب يقرا يا اخي ابنك ما عنده اي تفاعل بالصف بالصفحه البارحه ناشر نكته بالفيسبوك لا عاشت ايدك لا منوره سع عم ما اريد لايك على الاقل ها ما رايدين شيء عشان ايش رايدين والمشكله دا اشوفه متفاعل بغير صفحات حمودي حبيبي لا تزعل من عندي هذا كله مستقبلك ما اقدر اظن شيء على ابوك اقول لك استاذ الله يخليك ليش محسسني دام طاك لايك راح يدخل هندسه هسه مو هنا مشكله ابنك خامل بالصف خامل ابني خامل اي لا يكرز لا يعلج لا يضرب له طالب قاعد هيك مؤدب وبس اسال سؤال رفع ايده استاذ 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 اريد اجاوب استاذ الله يخليك ترى هذا الموضوع طبيعي هو الطالب لازم يصير مؤدب وما يحكي ومن يسال يجاوب يا اخي لازم يراح الطلاب اللي وياه خطيه مقاري ليش يجرحهم طبهم مرض هم ادب سزيه ومقارين ودا ما اسمح لك استاذ دول خطية عندهم مسؤوليات لازم يدخل له جقارة لازم يتحرش له ببنية لازم يلعب طوبة عبالك عن الواحد سهل يصير طايح حظ بالله شلون يصير طايح حظ حبيبي استاذ الشاطر يقرأ يصير شاطر الطايح حظ يحتاج يتعب على روحه عركة طبة طلعة مركز مال شرطة موس إهانة لا واكو نقطة مهمة لازم أمك وأبوك ما يرضون عليك يعني برأيك هاي سهلة هاي برأيك هاي واحد ممكن يسويها يعني هسه استاذ تدري تفهمني الكسلان أحسن من الشاطر اي الشاطر يجي سنة واحدة ينجح ويروح الكسلان يبقى على قلبك يبقى يصير بيناتكم زاد ومليح تتعرف على عائلته هذا عدنان صار له 13 سنة يا ابني 13 سنة 13 سنة بدل ثلاث مدراء وبعدها بنفس الصف تخيل ذاك اليوم تزوج عدنان تزوج اي تزوج وفرحت بي والله ورحت له للعرس اخذت له واجب ورقه 100 دولار لا لا الورقه مال امتحان وديت لها حتى جاملته وخليت له 90 ابوه من شاف ال 90 تخربط والله فرح مات من الفرح قال لي والله لو جايب غرفه نوم ما نفرح هاي الفرحه والله استاذ انا بعد شو اقول لك يعني حمود يمك واتمنى من عندك بس تدير بالك عليه يعني خليه بمستوى زين يعني حبيبي براحتكم استاذ انا اخرتكم عمري طبعا انا جبت اوراق الامتحان حتى يشوفون بعينكم الواصل الملغصي بالورقه بس استاذ انا مجاوب زين حمود انت اخر واحد تحكي لك خطك يخبر ايش عند امتحان خط وزغرفاني بعدين هاي بامتحان الجغرافيا انا سالك اكتب ما تعرفه عن دجله كاتب لي منين ينبع وين يصوب والروافد حمود ليش ما كاتب التردد استاذ هذا النهر ذيك القناه اغاتي ما تعرف شو يجيبون بالبكالوريا نعوف الجغرافيا هاي بالتاريخ انا سالك متى وكيف توفي السلطان سليمان كاتب لي عام 1566 ومن الصفحه غلط حمودي غلط والله استاذ مو غلط بالله العظيم مو غلط حبيبي استاذ والله العظيم ميت بهاي السنه قلب استاذ ما حدد لي بيا جزء غير يحدد لي عدال بيا جزء الرابع استاذ درجه كامله استاذ المسلسل شعلي اغاتي ما تعرف شو يجيبون بالبكالوريا خلي نعوف السلطان سليمان والله العظيم كل ما اتذكر حلقه 90 قلبي ينمرد مرض زين اني سالك سؤال تحدث عن الزهاوي كاتب لي صفحتين لك ما تستحي لك انا بي حيل اقرا صفحتين لك بابا اتورط اسالك سؤال ابتلي لك بابا اختصر لي شنو الزهاوي شاعر غلط قهوه والله العظيم استاذ شاعر عم ابو حمودي قهوه وحتى صايره قبل الميدان بفرعين عدنان قهوه ولا مو قهوه قهوه استاذ وهاي الصوره طاق بيها هاي قهوة وعدنان قاعد بيده ينرقل عدنان شنو المعسل مالتك؟ استاذ 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 لك حتى هاي تعرف لك تعبتني حتى لك اسكت اسكت ما لك علاقة عدنان شنو النرقيلة مالتك؟ لك لا لا دمرتني لا هاي ما بيها تفكير هذا هم سؤال وغش انطيك اياه لك تعبتني استاذ شو نعناع؟ لك انا ايش قايل لك؟ لك انا مو قايل لك مو زين عليه يا عفية استاذ انتم صاحب نصيحة؟ لك بابا التفاحتين تدوخ اكثر تعلم لها تعبتني استاذ
شوف هذا عبالك اكذب عليك، شوف هذا زها وشاعر. يا اخي تغيير كل سنه شاعر شاعر شاعر. على حكيك هذا زها وكان شاعر، هسه صار قهوه بعد 10 سنين يصير فيتر. اخواتي ما تعرف شو يجيبون بالبكالوريا. انا ايش علي؟ كمل استاذ كمل. هسه نعوف التاريخ عدنان، هاي انت عودت كبير وانا اعتمد عليك. هاي شو مشفص بامتحان الوطني؟ شو بتشفص استاذ؟ عدنان تعال خذ لك راجلي. لا استاذ مو قصدي هيك، قصدي يعني شو بتشفص؟ لك بابا شنو شو مشفص؟ انا قلت لك متى دخل داعش الى الموصل؟ استاذ 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 لك بابا ادري بيك تعرفها، تعبتني. اسكت لك بابا اسكت لا تحكي، ادري بيك تعرفها. كاتب لي بعد عمليه ابو مصطفى نسيبي بشهرين، صدق تحكي؟ لا عاد استاذ 3 اشهر. لك بابا شنو 3 اشهر شنو شهرين؟ لك بابا جاوبني جواب دقيق، اريد علميه يعني. اي عافيه استاذ، علميه علميه اهم شيء استاذ. ملك العلميه يعني ايش فيك؟ لك بابا لك بابا دمرتني، انت المفروض تذكر لي اسمه الثلاثي. انا شو معرفني ابو مصطفى النجار الفلاح الحداد؟ لك انت صدق تحكي؟ تليفونك كم ابو مصطفى بي؟ بي ابو مصطفى النجار بي الفلاح، غير تحدد لي اياها انت. استاذ بس عندي سؤال. نعم. تريد انعنعك بهذه لو بهذه؟ اغاتي ما تعرف شو يجيبون بالبكالوريا.